طيب تاني افكت عندنا هو الافكت اوف انسوليشن او الطاقة بقى الشمسية، يعني الجي تي ده قد ايه. فاحنا عندنا مثلا هنا 3 كيرفز، واحد الجي تي بتاعه ب 500، واحد ب 750، واحد ب 1000. فهتلاقوا ان كل ما الجي تي زادت دي حاجة كويسة، ان الباور اللي جايلي من الشمس اعلى، فالباور اللي هاخدها من البي في هتكون اعلى، فالكيرف كله كده على بعضه بيتشفت لفوق. فلما الجي تي بيزيد الباور بتزيد. طب الباور عبارة عن فولت في كارنت، مين اللي زاد فزود الباور؟ الاتنين زادوا، هما في الحقيقة الاتنين زادوا، بس كان في حد فيهم تأثيره أكبر من التاني، هو الكارنت. الكارنت بيزيد significantly مع الجي تي، الفولت بيزيد بس حاجة بسيطة قوي، فممكن نهمله، يعني ممكن نعتبر كأن الفولت ثابت، لكن الكارنت هو اللي بيزيد قوي. طيب ازاي بقى بوصل ال PV panels بتوعي؟ ممكن يتوصلوا in series، ممكن يتوصلوا in parallel. الحتة دي بقى كهربا، يعني لما الحاجات بتتوصل in series بيبقى ال current اللي ماشي فيهم كلهم واحد، ال I total هو ال I بتاع السل الواحدة. طب ال V total عبارة عن عددهم في ال V بتاعة السل الواحدة. ال parallel العكس، ال V total هي ال V بتاعة السل، وال I total هي ال number of cells مضروبة في ال I بتاعة السل الواحدة، يعني ال current بيتوزع عليهم كلهم، فال I total هو مجموع ال current دي. اخر حته بقى التمبريتشر، احنا قلنا بيأفكت البرفورمانس صح، مش هو لو انا عندي درجه الحراره زادت بتاعه البي في الباور اللي هاخدها منه هتقل، طب اعمل ايه؟ هعمل له كولينج، وانواع بقى الكولينج سيستمز الاكتيف والباسيف، والدكتور بقى اتكلم عليهم بالتفصيل في السلايدز بتاعته. فزي ما انتوا شايفين درس البي في فيه نظري كتير نسبيا، فالكلام ده كله مهم ومطالبين بيه. الويند ما فيهوش نظري قوي، هو كان فيه اثبات باتس ليميت ده، والامتحان خلاص ام سي كيو فهو مش عليكم. والجيوثيرمال هنبقى لما نحل المساله كده نتكلم على الحاجات المهمه اللي فيه. دلوقتي بقى نبدا ندخل في امتحان ميكانيكا السنه اللي فاتت 2019 جزء الرينيوبل انرجي. اول سؤال عندنا كان جيوثيرمال. طبعا باشمهندس عبد السلام راجع لكم على الجيوثيرمال كويس جدا، انتوا طالبين تعرفوا كل حاجه فيه، انواع الجيوثيرمال باور بلانتس كل حاجه. احنا هنا بس هنحل على الفكره اللي فاضله اللي هي بتاعه الرييتر. عندي اليكويد دومينيتد جيوثيرمال باور بلانت، يبقى اللي طالع عندي من الارض ده ساتوريتد ليكويد وذ سنجل فلاش سيبريتر. عندي فلاش سيبريتر اللي هو بعد كده هيفصل لي الفيبر عن الليكويد. receives 800 kilogram per second of a saturated underground water liquid from a well at 240. يعني ال M dot اللي طالعة من الأرض، ال M dot well دي هو قال لي إن هي بكام؟ ب 800 kilogram per second of saturated liquid. saturated liquid يعني point F from a well at 240 درجة. هو النقطة اللي طالعة دي نقطة في saturation، فهيديني يا pressure يا temperature. النقطة اللي طالعة من الوال دايما بيديني temperature بتاعتها، فقال لي 240 درجة. To increase the power plant output, it is suggested to expand the steam in two stages with a reheating between them. قال لك هعمل ال expansion على مرحلتين واعمل reheat ما بينهم، زي بالظبط Rankine cycle كده. هحاول ازود ال power بان انا اعمل ال expansion على مرحلتين as shown in figure. اهو عندي التربينة الاولى اللي هيطلع منها هيسخن وبعدين يدخل على التربينة التانية. Based on this idea, the saturated liquid reaching the earth's surface at 240 is throttled to 20 bar. انا ما اعرفش اللي طالع ده طالع بضغط كام، هنبقى نشوف بقى من الجدول عند 240 درجه ده بيبقى الضغط كام، بس هيبقى اعلى من ال 20، فاعمل له throttling فهينزل ل 20، ده اللي هو ضغط السيبريتر. هلاقي لما بعمل throttling هنرسم دلوقتي التي اس، النقطه هتبقى ميكستشر، فهفصل الفيبر، الفيبر ده هو اللي هيكمل على التربينه، والليكويد في الدايره الليكويد دومينيتد العاديه، الليكويد اللي طالع من السبريتر برجعه على الارض على طول. في المساله دي قال لك لا، طب ما الليكويد ده سخن جواه طاقه حراريه عاليه، فطب ما استغله ان انا اسخن الستيم اللي طالع من الستيج الاولى من التربينه قبل ما ارميه على الارض، فبدل ما ارميه على طول هاخد كده جزء من الطاقه اللي فيه وبعدين ارميه. ضغط السبريتر 20 بار. The saturated steam leaving the flash separator is directed to the high pressure turbine to expand from 20 ل 1.5 بار. يبقى ده كده ضغط 20 وده 1.5 with adiabatic efficiency 75%. The steam leaving the high pressure is reheated to 170 درجة، هسخنه في الريهيتر ل 170.
باي هوت ساتوريتد ليكويد اكزيتنج فروم ذا فلاش سيبريتور ات 20. هسخنه بايه؟ بالليكويد السخن اللي طالع من السيبريتور. بعدين بيقول ان الستيم هيكمل اكسبانشن في اللو بريشر تربين لحد 0.08 بار، ده لو ضغط الكوندنسر، وده اديباتيك افشنسي برضو 75%. The combined mechanical electrical efficiency 86 using the steam table. Answer the following points. نشوف بقى هنحل ازاي. طيب دلوقتي سؤال هتسألوه هو بقى مش هينفع تخشه بالستيم تيبل، فهتعملوا ايه في الانثالبيز اللي هي اول خطوة في حل الجيوثيرمال؟ يا اما الدكتور هيطبع لكم الصفحات من الكتاب اللي هتحتاجوها، يا اما هتلاقيه مديكوا الاتشات. ده لازم برضو تبقوا عارفين كل اتش بتتجاب ازاي، ماشي؟ بس يعني الموضوع ده مفيهوش قلق، يعني هتخشوا هتعرفوا تجيبوا الاتشات في الامتحان. طيب اول مطلوب، هو اول حاجة اصلا المفروض نعملها ان احنا نرسم التي اس. فعندنا عند 240 درجة النقطة اللي طالعة من الوال اهي، دي بوينت اف، حصل لها ثروتلينج لحد ضغط 20. هترسم خط ضغط 20، دي كده 2 هتتفصل لتلاتة وتمانية، تلاتة دي هتكسباند في التربين، 4S و4، وبعدين هتسخن لخمسة، وطالما اداك درجة حرارة خمسة يبقى ده ما كانش فول ريهيت. وبعدين هنزل بقى 6 و6S و7 اللي طالعة من الكوندنسر، و 4 دي لما سخنت بقت 5، 8 بردت بقت 9. خلاص شغل الاتشات بقى انتوا عارفينه وما فيهوش اي مشكلة نعديه. هو اول مطلوب خالص في المسألة هو الام دوت ستيم وبعدين الام دوت براين. ايه الام دوت ستيم هجيبه ازاي؟ طالما معايا الام دوت ويل يبقى خلاص هعرف اجيب الام دوت ستيم على طول. هنطبق القانون بتاع الاكس. الاكس بتاع بوينت 2 هو اتش 2 ماينس اتش اف على اتش جي ماينس اتش اف. اتش اف دي اللي كانت اتش 8 اللي هو الليكويد اللي طالع من السبريتر، و اتش جي ده اللي هو الستيم اللي كمل على التربينه. فكل الاتشات خلاص كنا جبناها، والام دوت ويل معانا، فنعرف نطلع ام دوت ستيم. ام دوت براين ده اللي هو ام دوت ويل ناقص ام دوت ستيم يعني. فمعانا 800 ناقص اللي طلع هيطلع 745.65. طيب تالت مطلوب عندنا في الامتحان كان ايه؟ The electric power generated is كام بالميجا وات؟ جماعة خلوا بالكم من الوحدات اللي بيكتبها، عايز الباور جنريتد بالميجا وات electric. هو انا عندي في حاجة اسمها work dot thermal، وعندي ال electric power اللي هو عايزها. ال work dot thermal عبارة عن ايه؟ عبارة عن اللي هو ال work بتاع التربين اللي هو m dot steam في فرق الاتشات بتاع اول stage turbine plus فرق الاتشات تاني stage turbine. انا كده جبت work dot thermal، طبعا وحدته بتكون كيلو وات. هو عايز الالكتريك يعني هنضرب في الكفاءة الميكانيكال الالكتريكال، فهيطلع بالكيلو وات هنقسمه على 1000 لان هو عايزه بالميجا وات. طيب المطلوب اللي بعد كده عايز the plant efficiency. خلوا بالكوا بقى في الحتة دي، ممكن يقول لي عايز الثيرمال افشنسي، ممكن يقول لي عايز البلانت او السايكل او الاوفرول افشنسي. ايه الفرق بين الاثنين؟ هو الافشنسي عباره عن الباور اللي بناخدها على الكيو اد، فاحنا كده كده دلوقتي هنحسب الكيو اد. لما يقول لي الثيرمال افشنسي يبقى هنقسم الورك دوت ثيرمال ده على الكيو اد، لكن لما يقول لي الباور الباور بلانت افشنسي او سايكل افشنسي يبقى هنقسم ايه؟ هنقسم الالكتريك باور اللي هي لسه حاسبينها دي، هي دي اللي هنقسمها على الكيو اد. فمره هقسم الثيرمال باور، مره هقسم الالكتريك باور، على حسب هو عايز انهي افشنسي بالظبط. طيب الكيو اد عشان نقدر نحسبها، احنا بنحسبها ازاي؟ بان احنا نعمل هيت بالانس على الارض. فبيبقى عندي دي الحراره اللي انا واخداها اللي هي ام دوت ويل في اتش 1، فبتبقى بالبوزيتيف، ودول اللي راجعين على الارض فبيبقوا بالنيجاتيف. دي كده ام دوت براين في اتش 9 وبتبقى بالنيجاتيف، ودي نيجاتيف ام دوت ستيم في اتش 7. فالمعادله عندي فيها كل حاجه الا اتش 9. اتش 9 هجيبها ازاي؟ بان احنا نعمل هيت بالانس على الريهيت. هعمل هيت بالانس على الريهيت ازاي؟ هقول الحراره الانرجيز اللي داخله بتساوي الانرجيز اللي خارجه. فاللي داخله من هنا دي ام دوت ستيم في اتش 4 بلس ام دوت براين في اتش 8 بيساوي m dot steam في h5 plus m dot brine في h9. كل حاجة معايا في المعادلة ما عدا h9 هطلعها بكام. بعدين هنحسب بقى الكيو اد، اهو ده الهيت بالانس على الارض هتطلع بالكيلو وات. قال لي كفاءة البلانت يبقى الاوتبوت باور اللي هي الالكتريك يعني على الكيو اد، وهتطلع لي
ب 19.67%. طيب المطلوب اللي بعد كده عايز the cooling water flow rate في الكوندنسر، عايز ال m dot cooling water بالتن بير اور. قلناكوا ايه، بصوا على الوحدات كويس قوي. based on delta T 12 كلفن وال CP 4.2. طيب هنحسب ايه بقى، هنحسب ال Q reject اللي في الكوندنسر اللي هي m dot steam في فرق الشات على الكوندنسر 6 ناقص 7، ودي هنسويها بال m dot cooling water في ال CP في الدلتا T. ال m dot ده اللي عايزها، CP 4.2 الدلتا T 12، هو اداني الرقمين دول، فاقدر احسب ال m dot cooling water هيطلع بكيلو جرام بير سكند، هحوله لتون بير اور. اخر مطلوبين في المسألة، عايز الكارنوت efficiency وعايز حاجة اسمها second law efficiency. الكارنوت efficiency اللي هي 1 minus T low على T high او T minimum على T maximum. T high او T maximum دي اللي هي اعلى درجة حرارة عندك في الدايرة، طبعا لو رسمين T S هتبقى واضحة اللي هي اللي طالعة من الارض، هي دي بتبقى اعلى واحدة بس نحولها لكلفن. طيب مين اقل درجة حرارة؟ لو بصينا هنا على ال T S، اقل درجة حرارة اللي هي درجة حرارة 6 او 7، هي دي اجيبها ازاي؟ دي عبارة عن ال T saturation عند ضغط ال 0.08 بار. فده يا اما الدكتور قلنا هيبقى مديكوا صفحات من الكتاب، يا اما هو هيقولكوا على طول ان ال T دي بكام. فالمطلوب بس منكم ان انتوا تحولوها لكلفن وتحسبوا ال Carnot efficiency. ال second law efficiency هي كفاءة ال plant ال actual اللي احنا حسبناها في المطلوب اللي قبل ده على كفاءة Carnot، هتطلع ب 50.83، يعني تقريبا الكفاءة اللي باخدها تقريبا نص الماكسيمم efficiency اللي ممكن ناخدها. ده كده سؤال او كانت الفكرة اللي فاضلة في درس الجيوثيرم.